over Paris. My heart beats faster at the very first. Wow. فرق الصور شوف عم نشوف الصور يعني ضعنا قدمنهم كتار وكل واحد بلش ياخذ الصور اللي حبها. هلا انا بالنسبه للشعر حسيت انه هاد شيء انه ويفي فبارز لازم يكون شيء ناتشرال. اوكي هي اهم شيء اهم شيء صح صح يعني الصوره كثير كثير حبيت هي. اول صوره نحن نقيناها كانت ايميلي ان باريس حاطه بيري وحاطه ريد ليب كلوس وستايلك بتلخص كل شيء يعني لخصت لنا كل واحد شو بدنا لانه كلنا اتفقنا عليها. حبيت هاي الفكره. ايه حلو كيف الكونتراست جاي فيها. اشوف شوفوا كثير حلو بتيجي قماشتين غير مثلا هاي الفكره او هاي بتلبق مع ال هي النايت لايف صح والستريت هاي اللي احنا اخترناها مثلا ما بعرف ده هم ثلاثه هاي حلوه يا عليها. اللوك الباريسي عادة بيكون فيه أكثر من لايرز، الباترنز اللي عم تخطر على بالي إني أخلط أكثر من باترن مع بعض، يعني ما بدي أجيب باترن معين، بس أكيد بنفس الوقت بدي يكون شيء سمبل. عم فكر بالبولكا دوتس أحطهم مع شيء معين من الأنيمال برينتس تقريباً، ممكن أخلطهم مع بعض بطريقة إنها ترفلكت السيجنتشر باترن اللي موجودة بباريس. وبنفس الوقت يطلع شيء جديد. اوكي شو رايكم بهاي الصوره ب البلت البلت والتنوره شوفوا كيف جايه مثلا البليتس يلي عليها حسيتهم كثير ناعمين جايين على اللي هو ستايل باريس يعطيكم رح احط هاي كمان بس على القماش صح موديل دورك تحكي هلا كثير حبيت أريج بين انه عندها سكيلز وحسب حكي على الديزاين شكله كثير حلو وهي شخصيتها بتاخذ بعين الاعتبار كل حدا الكومنتس اللي بيعطيها اياه. انا للشعر عم فكر اعمله ويفي يعني يكون سمبل. هشام شو في انواع مثلا كابس ممكن تلاقي على الهير ستايل انت رح تعملها يعني مثلا هلا ما بعرف نحن اللي اخترناها هون حسيتها هاي. حلوه ايه كثير مهضومه بس يعني كنت عم فكر اعمل هاي القصه اوكي فانت هلا عم تحكي انه حننزل الشعر اوكي حيكون الشعر نازل ما حيكون في رفع ابدا ايه فانه بحس رح يطلع حلو. هشام صراحة أنا بتفق معه هالنقطة إنه ما بحب يعمل رفعات يشد الشعر مثل أولد فاشند يعني وحسيت إنه أنا وهشام on the same page. هاي الحمرة حلوة هون كثير بولد بحسها صح يعني بنقدر نعمل بتوين جريء ونعمل فينا نحطها فوق هاي بس لنكون بين بالكونتنشنز الميك اب كمان اوكي بحس انه المرأة الباريسية دائما بتكون عندها شغلات مستعجلة بدها تطلع فبتحط هيك ميك اب خفيف بس بنفس الوقت بتخلي المرأة انه هيك كأنها مستقلة. انا حبيت يعني يكون شيء ستريت مثل هيك ستريت ستايل ستريت ستايل ولكن بنايت بمود نايت يكون اضاءة يكون اصفار يكون الريفليكشن في الارض مع الاحمر بفضل الاحمر احسن. هلا انا بعتقد اللوك اللي موجود بباريس بيس على نحن مثل ما بالموفيز بنشوف او بالصور اللي بنشوفها دائما بيكون فيه الشيك. حسيت انه التيم عجبهم افكاري وانا متحمس ابدا التحضيرات. ما بيحطوا كثير شغلات الاوفر برايت اللي هي الالوان كثير فاقعه على القماش دائما بيحاولوا انهم يهدوا الالوان حتى لو هم عم بيحطوا لون كثير فاتح عم بيرجعوا بيغطوه بشيء ثاني. فنحن لازم نضلنا بس حاطين هالشيء براسنا. بلشت تكمل فكره المود بورد كلها ولما خلصناها طلعت هيك على كل المود بورد والصور اللي جمعناها حسيت انه نحن اوريدي خلص خلصنا يعني كل شيء جاهز. بالنسبه للتصميم اللي انا عم بفكر فيه عم بفكر اخلط قماشتين مع بعض وكنت عم بفكر كثير بهاي الطريقه اللي هي بهاي النوع من القصه اللي هون القصه اللي هون ف حبيت هالشيء. كيف حتكون لو مثلا تعرفي ايش قصه الرقبه رح يساعد مره بالشعر بالضبط احنا كنا عم نحكي على انه انا بدي اعمل رقصه رقبه زي الفينك بس شوي اعمق يعني فطريقه التسريح اللي هو رح يعملها رح يعطي جمال لهالقصه اكثر من انه هو اصلا يخبيها يعني بس ويفي يس. المود بورد مو مبينه بالضبط اي ستايل معين لانهم رايحين بس على المود الناتشرال فما حسيت اني فهمت صراحه ايش الستايل اللي بيسووه كله ناتشرال ناتشرال ناتشرال
فيمكن هم معتمدين على الستايل اللي هو اللبس والاكسسوارز، ممكن هذا هو تركيزهم. مفكرين تحطوا اكسسوارز على الشعر يعني مثلا الهات ولا ممكن نحط يعني ممكن تجيبوا لها بايك ان شاء الله. هلا حبه المود بورد، يعني حسيت من طريقه حكيها وهاي انه حبته، فان شاء الله احساس يكون صح. سو انا الحين راح اروح مع اريج نور، راح نتكلم اكثر عن الديزاين والاوتفيت، راح ارجع اشوفكم بعدين. اوكي ان شاء الله.